فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الناس عند وضوئه يجعل رجليه تحت الصنبور. عند إيش؟ بعض الناس عند إرادته الوضوء أو عند وضوئه يجعل رجليه تحت الصنبور بدون دلك، وإنما مجرد نزول الماء عليها، فهل يجزئه ذلك؟ نعم، يجزئه ذلك. إذا جرى الماء على الرجل كلها من الكعب وما تحته جرى عليها يكفي هذا. نعم. فضيلة الشيخ، لو غمسها في الماء، لو غمسها في الماء من الكعب وما بعده تحته أجزى ذلك أيضا ولو لم يدلكها. نعم.